ونحن نستهل ساعات هذه التغطية على وقع قصف يبدو أنه يتصاعد ويزداد عنفا في هذه اللحظات على قطاع غزة. سماء القطاع التي غرقت في الظلام، نشاهد منها أعمدة الدخان وأضواء المتفجرات والصواريخ بعد الغارات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة في اليوم الثالث من عملية طوفان الأقصى. هذه الصور مباشرة تأتينا من القطاع. يعني قوة القصف تتحدث عن نفسها. سمعنا وإياكم صوت الطائرات الحربية الإسرائيلية المغيرة على سماء قطاع غزة، تلتها أصوات انفجارات عنيفة جدا، إذ ونحن نغطي اليوم الثالث من العملية، هذا اليوم الذي شهد أعنف الغارات الإسرائيلية التي تبدو بأنها مكثفة. الصورة تتحدث عن نفسها حقيقة. هي عمليات استهداف متواصلة بغارات سمعنا ونشاهد عنفها وكثافتها تصل إلى غزة بشكل متتال، يزداد عنفا وكثافة، تستهدف مجموعة من المباني السكنية والإدارية والمواطنين والمدنيين. سنذهب إلى مراسلنا في غزة باسل خلف، لعله يملك مزيدا من التفاصيل عن المناطق التي استهدفت جراء هذا القصف الذي سمعناه ونقلنا لكم صداه. باسل. نعم أمال، يعني تقريبا مربع كامل تم تدمير أجزاء كبيرة منه خلال الساعتين أو الثلاث ساعات الماضية في وسط ومركز مدينة غزة. هذه الغارات استهدفت مراكز حكومية، وزارة الأوقاف، موقع أنصار، وأيضا الآن نشاهد هذه الغارات تتركز في ذات الموقع، في ذات المكان، ذات المربع. نحن نتحدث أيضا عن استهداف مباني للجامعة الإسلامية، مقر شركة الاتصالات الفلسطينية استهدف، وأيضا بنية تحتية في تلك المناطق، يتم قصف بعض الشوارع الرئيسية في تلك المناطق بصواريخ ثقيلة يسمع صوتها من هنا. أيضا محيط الجامعات تم استهداف أكثر من هدف في تلك المنطقة، بنايات سويت بالأرض في المنطقة الجنوبية للجامعة الإسلامية تحديدا، وأيضا مناطق شرق مدينة غزة التي ما تزال النيران الإسرائيلية تستهدفها منذ ساعات صباح هذا اليوم، لكن وتيرة القصف ارتفعت خلال الثلاث ساعات الماضية لتشهد أعنف الغارات منذ بداية هذه الحرب الإسرائيلية على غزة. الآن الحديث عن ارتفاع في أعداد الشهداء وكذلك الجرحى من جراء الغارات، هناك مشكلة نواجهها فيما يتعلق بالاتصالات وكذلك الوصول للإنترنت في كثير من المناطق، وهذه أيضا يواجهها سكان مناطق من قطاع غزة. استمعنا إلى شكاوى كأن رشقات صاروخية أيضا من قطاع غزة الآن نتابعها. باسل. نعم تتجه نحو مدن إسرائيلية. نعم هذه على أكثر من مرة
على أكثر من مرة رأينا رشقات صاروخية بمديات مختلفة وتم إطلاقها من أكثر من منطقة من قطاع غزة، وبالتالي الاستهدافات يتم الرد عليها. لكن قبل قليل كان هناك إعلانا لافتا من كتائب الشهيد عز الدين القسام، ووصلتنا هذه البلاغات العسكرية التي تتحدث عنها كتائب الشهيد عز الدين القسام فيما يتعلق بتعليقها على الأوضاع هنا في قطاع غزة، وتقول بأنه الاحتلال يتحمل مسؤولية ما يجري، وقرروا أن يضعوا حدا للإجرام الصهيوني وفقا ما يقولون، وقالوا أنه كل استهداف للشعب الفلسطيني دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين، يقصدوا المدنيين الإسرائيليين الذين وقعوا في قبضة المقاومة الفلسطينية. إذن يبدو أنه هذا القصف العنيف استدعى ردا، وهذا البلاغ العسكري من كتاب الشهيد عز الدين القسام، وهذه نقطة أخرى فيما يتعلق بمنحنى هذه الجولة من التصعيد وهذه الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وتيرة قصف يعني غير مسبوقة منذ ساعات صباح هذا اليوم. إسرائيل تحرق مناطق بالكامل في مركز مدينة غزة، وهذا أيضا له كلفة على صعيد ضحايا المدنيين ما بين إصابات وجرحى، وبالتالي ما بين إصابات وشهداء. وأيضا لمسنا هنا حركة للمواطنين يحاولون الاحتماء في بعض الأماكن، محيط مجمع أمال، يمكن أن أقول لك ما حدث معنا قبل ساعة تقريبا من الآن، محيط مجمع الشفاء الطبي، المشوار الذي كان يحتاج منا 10 دقائق الآن يحتاج منا إلى قريب الساعة، ونحن نجد في كل محيط مجمع الشفاء الطبي يعني قصف غارات، إما استهداف مباني والركام في الشارع، أو استهداف مباشر لبعض الشوارع الرئيسية في المدينة، أو استهداف لكان بعض المركبات الموجودة في الطريق، وأيضا الأبراج التي تم استهدافها في محيط منطقة مركز مدينة غزة حي الرمال. وبالتالي إسرائيل تريد على ما يبدو أن تشوه وجه هذه مركز مدينة غزة بهذه النيران. أيضا هناك أزمة سببتها حقيقة أصوات الصواريخ، هذه أصوات الصواريخ لا يمكننا معرفة ما هي الطائرات بالفعل التي يتم استخدامها، لكن أصوات صواريخ ثقيلة وأطنان من الصواريخ تحدث إضاءة عالية وتحدث أصوات عالية جدا. تخيلي أنه يعني سكان قطاع غزة كثير منهم لم ينم منذ الساعة الأولى من هذه الحرب على قطاع غزة، والأطفال يعني وجدنا منهم كثيرين من هؤلاء الأطفال لا يستطيعوا أن يناموا خشية من أنه يتم استهداف المنازل. وأيضا وجدنا خلال الساعات الماضية تحديدا الثلاث ساعات الماضية أنه من وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي ملابسهم بالغبار، وبعضهم أو كثير منهم مصابين هم من الأطفال والسيدات وكبار السن. وبالتالي الحديث الآن عن صعوبة حتى في الوضع الإنساني، والغارة الآن هذه تستهدف منطقة غرب مدينة غزة في ذات المربع الذي يتم استهدافه، ولا يمكن في الحقيقة إحصاء عدد الإصابات والشهداء من جراء الغارات. كما ذكرت لك هناك صعوبة في نحن ننقل حقيقة مشهدا لم يسبق لنا في تغطيات سابقة كثيرة نقله باسل خلف. يعني نحن على هذا البعد نستمع إلى أصوات مدوية. الانفجار الأخير الذي نقلناه يبدو مهولا، ربما قد تعجز الكلمات فعلا عن وصف هذا القصف وحجم ما ينتج عنه باسل. وهذا ما تحدثت عنه حتى وفق ما انتبهنا إلى بعض التصريحات الإسرائيلية، أنه هذه الغارات غير مسبوقة لا من حيث الصواريخ المستخدمة، ولا من حيث الأصوات الانفجارات التي تحدثها، ولا حتى من حيث الأثر الذي توقعه في الأماكن التي تستهدفها. بعض المناطق كنا ساعات فجر هذا اليوم في منطقة مخيم الشاطئ للاجئين، المستهدف كان مسجد، لكن محيط المسجد أكثر من 5 أو 6 بنايات، البنية التحتية، الشوارع، ونحن نتحدث عن أزقة مخيمات، صعب الوصول إلى ضحايا، كانت مدمرة بالكامل، يعني لا يمكن العودة إلى تلك المناطق كومة من الركام.